ريفر بلاي. طيب معانا مكالمه تليفونيه مهمه جدا 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 من الزميل العزيز الناقد الرياضي الاستاذ صبري علي، علشان نتكلم معاه عن مباراه العين وريال مدريد. استاذ صبري برحب بحضرتك. اهلا بك يا كابتن، اهلا بمشاهدي قناه الاهلي. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا كلنا شفنا وتابعنا فوز ريال مدريد على نادي العين، لكن اتكلمت وقلت ان كان في اجهاد كبير جدا وشديد جدا على لاعبي فريق العين، لعبوا ثلاث لقاءات منهم لقاءين 120 دقيقه. هل حضرتك شايف ان ممكن يكون الاجهاد ليه دور في فوز نادي ريال مدريد النهارده، ولا دي نتيجه طبيعيه كون فريق ريال مدريد فريق كبير جدا وعنده نجوم، وبالتالي ثلاثه تشامبيونز ليج او ثلاثه دوري ابطال وكمان ثلاثه كاس عالم للانديه؟ لا كابتن عمر، تقدر تقول كل الحاجات كلها مجتمعه مع بعض، خاصه فريق العين طبعا قدم اداء راقي جدا من بدايه البطوله، وكان مفاجاه لكل المتابعين، يعني حتى يمكن مسؤولي العين نفسهم ولاعيبه العين والجهاز الفني والاداري كانوا مندهشين من الاداء اللي قدمه العين، لان كان العين بيمر باسوا فترات فنيا، كان بيعاني معاناه كبيره جدا، خرج من كاس رئيس الدوله امام الوصل بنتيجه كبيره، وكان مودع قبلها بدايه الموسم كاس زايد او بطوله الانديه العربيه، وكان بيعاني فنيا بشكل كبير، لكن اللي قدمه في المونديال كان مفاجاه للكل، قدم يعني كان كل مباراه بيرتفع اداؤه فيها فنيا وبدنيا بشكل كبير، ورغم زي ما حضرتك قلت ان هو لعب في الاربع مباريات لعب بالظبط 420 دقيقه مقابل المنافس ليه اللي هو، او يعني قبل المباراه كان لاعب 330 دقيقه مقابل 90 دقيقه بس في الريال في البطوله كلها، 330 مقابل 90، و330 دقيقه دي كانت خلال 6 ايام فقط، صعب جدا على فريق عربي، احنا مهما كانت قدرات اللعيبه بيلعب 330 دقيقه في 6 ايام بس، ده كان طبعا لود كبير جدا على لعيبه العين. انا بتفق معاك ان ممكن يكون الاداء النهارده تاثر بشكل كبير جدا بالاجهاد، وطبعا كان في صعوبه جدا كبيره في الاستشفاء من الثلاث مباريات المضغوطه الاولى والثانيه والثالثه امام ويلينجتون وامام الترجي ثم ريفر بليت، لكن اعتقد ان العين لو كان اتيحت ليه فرصه للاستشفاء بشكل اكبر والاستعداد لمباراه ريال مدريد كان هيقدم مباراه افضل من دي بكتير، وكانت النتيجه ممكن تبقى احسن من كده بكتير، خاصه احنا شفنا قبل ما يحصل الانهيار في الشوط الثاني مثلا بدنيا ان كان ممكن كان في اكثر من فرصه، يمكن حسين الشحات كان ليه فرصه في بدايه المباراه، كان لو كان سجل كانت المباراه اتغيرت كتير، لكن اعتقد انه تاثر بشكل كبير جدا بالاجهاد، وكمان تاثر بانه اول مباراه ليه في البطوله كلها على ملعب استاد مدينه زايد الرياضيه، لعب المباريات الثلاثه الاولى في استاد هزاع، ده ملعبه ومعقله ومعقل جماهيره في مدينه العين، لكن هو انتقل الى ابو ظبي اليوم وفق الجدول والبرنامج الموضوع مسبقا للعب في استاد مدينه زايد، اول مباراه يلعبها على الملعب ده النهارده، وكان طبعا كمان السفر من العين رغم ان المسافه مش بعيده قوي، يعني يعتبر ساعه ونص الى ساعتين، لكن برضه كان في تحرك ونقل من الفندق لفندق واقامه وكده، اعتقد برضه كان في تاثير زياده على الاجهاد مش في مكانه الطبيعي. واعتقد ان العين بقدرات لعيبته اللي قدمها في الثلاث مباريات الاول يعني كان ممكن يقدم مباراه كبيره جدا قدام ريال، مع التقدير الكامل لقوه فريق ريال وقدرات لعيبته ونجومه وان هو الاقدر وان هو الاقرب للفوز باللقب في كل الاحوال. عايز اعرف ردود الافعال الاماراتيه في الصحف بشكل عام بعد الخساره من فريق ريال مدريد، هل بيثنوا على اداء العين وبيقولوا هارد لك واكيد شرف ومركز تاني كبير في بطوله قويه، ولا يعني بيقولوا كان ممكن ان فريق العين يفوز باللقب ويحقق اول بطوله عربيه في تاريخ كاس العالم للانديه؟ والله يا كابتن عمر، هو الاحساس من بدايه قبل بدايه المباراه مع الريال ان خلاص العين حقق افضل مما كان متوقع، وان العين بطل في كل الحالات، يعني كل العين وصيف بطل للعالم الانديه طبعا نفس الحقيقه والرجاء المغربي قبل كده، لكن اول فريق عربي اسيوي واول فريق خليجي باعتبار العين بيمثل الامارات ويمثل الخليج ويمثل اسيا، افضل انجاز للعين في بطوله زي كده بالحجم الكبير ده، اعتقد ان كان في حاله رضا كبيره جدا قبل مباراه الريال، وكان في رفع الضغوط عن اللعيبه تماما وما فيش حد كان بيطالبهم بمركز معين، وطبعا كان في حتى ولو امل كان ضعيف في تخطي الريال في المباراه النهائيه، لكن الكل عارف قدرات الريال انه بيلعب فريق هو المرشح الاول للبطوله قبل ان تبدا يعني، وفريق عنده قدرات كبيره يقدر يحسم في اي وقت، وكمان فريق عنده في ضغط مباريات زي ما كل الفرق اللي لعبت، بطل اوروبا معروف بيجي بيلعب على نص النهائي على طول، كل الفرص كانت او كل الظروف كانت مهيئه ان العين يحقق الريال يحقق اللقب على حساب العين، لكن بشكل عام حتى عند المسؤولين هنا وفي تغريدات من الشيوخ الكبار هنا المسؤولين الكبار فيه بيثني على اداء العين وعلى الروح اللي لعبها اللعيبه لحد اخر دقيقه رغم الخساره طبعا 1-4، الا ان
في حاله رضا كبيره جدا. كانت الناس عندها طموح زاد شويه مع توالي المباريات والاداء الكبير اللي قدمه العين، كان الطموح ارتفع شويه وسقف الطموح ارتفع، وكان في بعض الامال حتى في النتيجه، ممكن حتى لو العين قدر يحقق مفاجاه ولو ما حققش مفاجاه النتيجه خساره بقى اقل من كده، لكن بشكل عام في حاله رضا وفي ارتياح وفي اشاده باداء لعيبه العين، واعتقد ان كمان ممكن يكون في تكريم للعيبه العين في وقت قريب جدا. استاذ صبري اخيرا عايز اعرف راي حضرتك في اللعيبه المصريه حسين الشحات نجم نادي العين وكمان يحيى نادر. والله حسين الشحات البطوله دي تعتبر شهاده ميلاد جديده ليه مع العين. يمكن الفترات اللي فاتت كان فيه حصل تراجع شويه في المستوى، ويمكن كان في تاثير سلبي للكلام اللي بيتردد انه هيقعد هيمشي الكلام ده، لكن اعتقد ان حسين رد بشكل كبير جدا في البطوله دي ورفع من اسهمه واثبت ان هو لاعب اللعيبه الكبار اللي عندهم مستقبل كبير وعنده كتير جدا لسه ما قدمهوش، وفي حاله رضا كبيره جدا على اداء حسين الشحات رغم التراجع اللي كان حاصل في بدايه الموسم، الا ان هو عوض ده في البطوله دي خلال اربع مباريات كان احد نجوم الفريق فيها. طبعا يمكن يحيى نادر كان شويه بيفتقد الخبره، ويعني طبعا زعلنا جدا على الهدف اللي سجله في نفسه في مرمى اليوم بالخطا، لكن اعتقد ان هو برضه كمان من اللعيبه الكويسين، يعني خاصه ان جيران بيعتمد عليه رغم قله خبرته وصغر سنه في المباريات الكبيره زي دي، دفع بيه مرتين في البطوله، فاعتقد ان هو اكيد شايف ان عنده قدرات يقدر يخدم بيها فريق يعني في المرحله اللي جايه. لكن حسين الشحات طبعا نجم كبير جدا وبيتمتع بشعبيه كبيره جدا هنا، واعتقد ان في المرحله اللي جايه هيكون نجوميه حسين الشحات ودوره كبير جدا ان شاء الله سواء مع النادي اللي بيلعب له العين او كمل او انتقل، يعني على الكلام طبعا اللي بتشوف ان شاء الله في بطولات على الاهلي او كمان على مستوى منتخب مصر ان شاء الله رب العالمين في بطوله امم افريقيا. هل تفتكر حضرتك حسين الشحات ممكن يستمر مع نادي العين، ولا ممكن يكون في بعض الكلام على مغادره حسين الشحات من نادي العين في شهر يناير القادم؟ والله ده بيتوقف، انا حتى كان في مداخله برضه مع قناه الاهلي قبل يومين وقلت ان مش معلومه عندي ولا حاجه، انا بس مجرد توقع. انا بشوف ان الامور بقت صعبه دلوقتي شويه بعد تالق العين، كان ممكن يكون في رغبه قبل كده الاستفاده بلاعب ثاني مكانه، وبقى في مفاوضات ان هو يذهب لاي مكان، لكن بعد ادائه في بطوله مونديال الانديه اعتقد ان العين هيتمسك بيه بشكل كبير جدا ويكون عنده رغبه ان هو يكمل مع الموسم. لكن طبعا لو في تفاوض خاصه مع الاهلي طبعا اكيد في احترافيه كبيره جدا في التفاوض من جانب الاهلي، ولو الموضوع بيخضع للعرض وطلب اعتقد لو في تم التفاوض خلال الايام اللي جايه وكان في عرض مادي يرضي العين، نادي العين اللي بيتعامل كمان هو باحترافيه عاليه قوي طبعا، ان شاء الله يكون حسين الشحات في صوف الاهلي، ولو حصل ده هيكون مكسب كبير جدا 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 طبعا على كل مستوى. حسين الشحات انا بشوف انه عنده قدرات كبيره جدا جدا ما طلعش منها 30% بس حتى في الفتره اللي فاتت، يعني عنده اللي يقدر يديه في الفتره اللي جايه وان شاء الله يخيب المكان اللي لعب فيه وفي منتخب مصر. استاذ صبري علي الناقد الرياضي بجريده الاتحاد الاماراتيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.